بحكومتنا شنو دايره في الزحمه هذه كلها؟ ولا حاجه، هم اصلا مسلمين بان هم ما عاشرهم شيء. يعني في يوم 25/7 كانت الحكومه كلها ركبوا في الطياره مع بعضهم ومشوا. وزير داخليه، وزير خارجيه، بمحافظ البنك المركزي، برئيس الوزراء، وزير الماليه، لا من قال وراي خدمه، لا من قال معليش غير طف البومبا، ما فيش حي ولا وراء اي حاجه يعني. فهم بروحهم مسلمين، ليش احنا ننكر عليهم ال والنتيجه؟ والنتيجه انه والله يتحولوا الى السراج مثلا، تحول الى شيباني متقاعد. مقعمز والله مقعمز في دار، يسمع الباب انفتح منه خش، يفتح الباب مسكر، حمد جه ولا ما جاش. فمداير تو قرار انه هو هذا قرار انت، هذا قرار الشيباني المتقاعد، حمد جه ولا ما جاش، اللي هو اللي بيطلع. دقيقه غير دقيقه تمام والله. ايه احنا خلينا نقولوا ان كل ما يقول الدكتور تميم في الحلقة هو مسؤول عليه، هو مسؤولية شخصية كاملة، ولا ليش بي علاقة ولا نعرفه ولا صاحبي ولا عمري تلقيت معه. تفضل دكتور. قناة بيوع. المهم شوف ان اختصاص منح دونات السفر يناقض لرئيس المجلس الرئيسي. بالله في دولة في العالم رئيس الحكومة فيها هو اللي شاد الورقه يوقع اللي خاش واللي طالع؟ تو مش كساد هذا مش مكسدين بعضهم. هذا غريب جدا، لكن هذه من اعراض التقاعد. تو الحاجه الثانيه اللي بيصير انك السراج تو بيعدي بيدور شيشمات، بتلقاه مقعمس بسته فك في البومبا يرد. فهذه اعراض، كلها اعراض تقاعد للسياره.